نظمت شبكة الصحفيات الموريتانية ندوة في العاصمة نواكشوط تحت عنوان الصحفيات الناشئة والإعلام، وذلك ضمن الأنشطة الاحتفالية بمناسبة العيد الدولي للصحافة. أوجه إعلامية وأدبية عديدة حضرت للمشاركة في الندوة وللحديث عن واقع الصحافة والإعلام والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المتاعب بموريتانيا. ونأكد على أن الحرية مسؤولية، وعلى أن احنا هما اللي مصرين على أن نواصلوا الدرب اللي احنا واحنا فيه رغم كل التحديات، ورغم أن الجانب المؤسسي مازال غايب، ورغم أيضا على أن الجانب المتعلق بالكفاءات مازال مداخلين فيه الأصبع، ونحن مواصلين. إلقاءات أدبية ظلت تتخلل الحفل، ودروس وملاحظات توجيهية، وشهادات في حق الصحفيات الموريتانيات سطرها بعض قدماء العاملين في حقل الإعلام بموريتانيا. إن هذه مناسبة عظيمة لأهنئ الصحفيات الشابات التي سيحملن مشعل الإعلام في هذه البلاد التي تحاول أن تجد مكانتها بين الأمم المتقدمة. ومعلوم أن الشابات الصحفيات الموريتانيات أثبتن عن جدارة أنهن قادرات على رفع التحدي. منح كلمة لرئيس مبادرة أعطيني أثار ضجة في الحفل، وتسبب في انسحاب بعض الصحفيين احتجاجا على المداخلة، ووصف بعضهم تدخل زيدان في الندوة بأنه يمثل إهانة للصحفيين، ما جعل بعض القائمات على النشاط يطالبنه بالنزول من المنصة، غير أن زيدان أصر على التدخل قبل أن يوجه كلمات قاسية بحق الصحفيات والجماهير الصحفية وهم يحتفلون بعيد الصحافة الدولي.